السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. وزارة العمل تكمل استعداداتها لتطبيق قرار حظر العمل خلال فترة الظهيرة. وزارة الصناعة والتجارة تتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري لنقل التكنولوجيا ودعم الابتكار. ميناء خليفة بن سلمان التجاري يطبق إجراءات السلامة والوقاية لمكافحة فيروس كورونا. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا في شهري يوليو وأغسطس. ويهدف القرار إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بمملكة البحرين. كما يأتي العمل بهذا القرار التزاما بمبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة عمل آمنة وصحية. وقد بدأت وزارة العمل بحملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال على أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة إلى إعداد إعلانات بلغات متعددة لتكون مفهومة من قبل مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين. أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بجهود الأسر البحرينية المنتجة والمتدربات من خريجات الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية الذين تطوعوا لإنتاج 100,000 من الكمامات الوقائية كمرحلة أولى وكمبادرة في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وجاء ذلك بدعم من الوزارة من حيث توفير المواد الخام وأماكن العمل وفق اشتراطات التباعد الاجتماعي، بحيث يتم توزيعها مجانا على كافة المواطنين والمقيمين وبمواصفات مطابقة للاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، حيث أثبتت الأسر البحرينية المنتجة في هذه المبادرة وفي الكثير من المواقع مسؤوليتها في الوقوف والتصدي لأي عارض أو حدث طارئ يستدعي مشاركتهم ووقوفهم صفا مع باقي شرائح المجتمع. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تعاونها مع كل من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وجامعة البحرين لتطوير برنامج وطني يعزز نظام الابتكار في مملكة البحرين ويبني قدرات المؤسسات الأكاديمية ويرفع من تنافسية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون يعد تجسيدا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ويمتد باعتباره واحدا من محركات النمو الاقتصادي بإسهامه في توفير فرص عمل نوعية ورفع الصادرات وجذب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى دوره في دعم الشباب البحريني الناشئ وتوفير بيئة جاذبة لاحتضان هذه الابتكارات وترويجها تجاريا. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. سماء مملكة البحرين تشهد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس. نظمت إدارة الشؤون المتدربين بمعهد البحرين للتدريب ملتقى افتراضيا تعريفيا بالبرامج التي يطرحها المعهد في العام التدريبي المقبل 2020-2021، حضره عدد من خريجي المدارس الثانوية الراغبين في الالتحاق بالمعهد. وخلال الملتقى استعرض رؤساء الأقسام في المعهد البرامج لخريجي المرحلة الثانوية، مقدمين شرحا وافيا لما تمنحه هذه البرامج لخريجيها، إذ تمنح عدة شهادات منها من قبل جهات دولية.
هذا وتطرق المتحدثون لنظام التدريب المعمول به في المعهد وشروط ومتطلبات القبول إلى جانب آلية التسجيل الإلكتروني في برامج المعهد التي تم العمل بها في هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضت التحول إلى البديل الإلكتروني. هذا العام طبعا بسبب تفشي جائحة كورونا تحول المعهد تحولا إلكترونيا تاما في عمليات التدريب. استخدمنا منصتين تعليميتين، منصة مودل وهي المنصة التي قمنا باستخدامها منذ العام 2018. إضافة إلى ذلك قمنا بأيضا باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز أيضا لعمليات التواصل الأساسي بين المتدربين والمدربين. وإحنا طبعا على أتم الاستعداد طبعا بالنسبة للفصل التدريب القادم، سواء كنا إن شاء الله كان القرار إن إحنا نعود بالمتدربين في المعهد باتخاذ كافة الاحتياطات أو بالعودة لمقاعد الدراسة الافتراضية أيضا، فالمعهد جاهز بخطط بديلة، ولكن هدف ذلك طبعا التأكد من استمرار الدراسة رغما عن جميع الظروف. أكدت إدارة شركة ABM Terminals أن ميناء خليفة بن سلمان يواصل عمله بكل كفاءة واقتدار في ظل الجهود الكبيرة للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد بكامل طاقته التشغيلية لتلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية تتوافق مع متطلبات المرحلة. وأوضح المدير العام للأمن والعلاقات الحكومية في الشركة السيد عيسى محمد أن الشركة عملت على تعقيم جميع مرافق الميناء وفق اشتراطات وزارة الصحة، وذلك لضمان سير العمل بكفاءة عالية حفاظا على سلامة الموظفين البالغ عددهم حاليا نحو 500 موظف مؤهل وسلامة جميع مستخدمي الميناء، علاوة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعمول بها كقياس درجات الحرارة والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم حافلات النقل الجماعي ومحطات انتظار العمال والمكاتب والمرافق التابعة للشركة في ميناء خليفة بن سلمان. شهدت سماء مملكة البحرين صباح اليوم الأحد الموافق 21 من يونيو ظاهرة كسوف الشمس الجزئي، حيث عقدت الجمعية الفلكية البحرينية رصدا فلكي لهذه الظاهرة من المنازل، كما أتاحت لهواة الفلك من تصوير الكسوف بكافة مراحله. تفاصيل أكثر مع الزميل خالد العون. مع أول أيام الصيف شهدت سماء مملكة البحرين صباح اليوم كسوفا حلقيا للشمس، وهو الثاني خلال 6 أشهر، فقد صادف كسوف الشمس مع أطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي، حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا. ارتئينا ولو أن مع يعني خلينا نقول التباعد الاجتماعي وزعنا النشاطات على عدة مناطق، فاليوم بتناول اللي هو كسوف 21 يونيو 2020. وحقيقة الكسوف هو مشاهدة ولادة هلال ذو القعدة، يعني الآن اللي نشوفه هذه هي الولادة، نشوفها بعين المجردة، وكأن رب العالمين أتاح للفلكيين فرصة لتثبيت حساباتهم، لأن الولادة لا ترى إلا إذا صار كسوف، ولا يحدث كسوف في كل شهر، يعني هذا الاستقامة بين الأرض والشمس والقمر لا يحدث في كل شهر، لأن مستوى ميلان القمر على الأرض 5 درجات فوق و5 درجات تحت، لما يكون صفر هذه احنا نسميه يحدث الكسوف. فالكسوف لا يقل عن 2 مرات في السنة ولا يزيد عن 5 مرات في السنة، ومتوسط الكسوفات والخسوفات في العام الواحد حوالي يعني خلينا نقول 5 إلى 4 كسوفات وخسوفات مجتمعة. وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة وتطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي، لم تقم تجمعات وفعاليات جماهيرية لرصد هذه الظاهرة، إذ رصد هواة الفلك هذه الظاهرة من أسطح المنازل والمساحات المفتوحة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع. اليوم طبعا شاهدنا ظاهرة الكسوف الجزئي في مملكة البحرين،
وللأسف هاي السنة بسبب جائحة كورونا احنا الأعضاء كل واحد يرصد من بيته، يعني ما قدرنا نتجمع مثل ما كنا نتجمع سابقا، يعني في الظواهر الفلكية اللي حدثت قبل في مملكة البحرين مثل الخسوفات والكسوفات اللي صارت قبل. اليوم صورت أنا الكسوف حاليا لحد الآن، يعني وقت الذروة، احنا راح ندخل في وقت الذروة حاليا. الظاهرة بدأت اليوم الساعة تقريبا 7:15 دقيقة 14 دقيقة في الحدود، والذروة بتكون 8:30، يعني الظاهرة تقريبا تستمر 2:46. ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي. إذانا ببدء فصل الصيف في نصف الكرة الأرضي الشمالي، شهدت سماء مملكة البحرين صباح اليوم كسوف الشمس الجزئي في ظاهرة كونية فريدة تعبر عن مدى عظمة خالق هذا الكون البديع. هنا وفي أرجاء المملكة عمد الهواة والمصورين على تغطية هذا الحدث ضمن إجراءات تطبيق التباعد الاجتماعي. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.